اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة أنا كارثماوي يا ماجد من أبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يصبحكم بالخير والرضا والسرور ويحييكم ترحيب المطر والسيل، ونقول يا مرحبا يا متابع الله يحييك ترحيب في هالغلا والمودة. مرحبا بالضيوف، ومرحبا بالمتابعين، ومرحبا بالمتابعات، ومرحبا بهذا اليوم الجميل، هذا اليوم اللي نعتبره غير، هذا اليوم يوافق اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية العظمى، عظمى بدينها، عظمى بعقيدتها، عظمى بتوحيدها، عظمى بشيمها، عظمى بكرمها وأخلاقها وعاداتها وصفاتها، عظمى بولاة أمرها الأعزاء، عظمى بمجتمعها النبيل اللي يتنافسون كلهم على كلمة نعم وعلى كسب النواميس والشيم والقيم اللي ورث آبائهم وأجدادهم. الله يجعله إن شاء الله يوما يتكرر أعواما مديدة وسنين عديدة، ووطننا كما هو وكما عهدناه وكما عرفناه، حصنا للإسلام، حصنا للعروبة، حصنا لكل من يبحث عن الحياة الجميلة والتي الحمد لله نعيش كلنا في كنفها، في هذا الرخاء وهذا الأمن والأمان وطاعة الرحمن وهذا المحبة وهذا النظام. النظام اللي يا أخواني هو راحت لنا كلنا، لولا النظام بعضنا ما عاش مع بعض. أسأل الله أن يدوم علينا ومع عليكم، وباسمي وباسم أخوياي كلهم الحاضرين نقدم التهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونسأل الله العظيم أن يمده بالصحة والعافية وأن يمد في حياته على طاعته. وأيضا نزف التهاني لسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، الله يعزه ويمد في حياته، ونزف التهاني لكل شعب المملكة العربية السعودية، بل نزف التهاني لكل الأمة الإسلامية والعربية، لأن ما فيه مسلم ولا عربي حر إلا يحب السعودية ويدعي لها ويتمنى أن الله يحفظها ويحفظ مجتمعها ويحفظ جميع مكتسباتها، لأنها حصن الإسلام والمسلمين والعرب. فالله يحييكم جميعا في هذه الحلقة. من المقدمة أكيد عرفتوا أن الحلقة يعني اليوم كلها بنخليها للوطن، مع أن بشركم في برنامجنا النشامة من يوم بدينا البرنامج، وحنا كل حلقة لازم نجيب طاري الوطن وطاري ولاة أمرنا ومجتمعنا وأخلاقكم وشيمكم وعاداتكم، فحنا ترانا كل يوم نحتفل بالوطن. لكن اليوم يعني امتثالا لأوامر طويل العمر وهو الذي نظم وشرع الاحتفال بهذا اليوم، فحنا نحتفل معكم مثل ما احتفلنا أمس، وحنا نفرح بكل شيء يعز الدين والدولة والمواطن والوطن. الله يحييكم جميعا، شرفونا اليوم ضيوفنا أعزاء، والله أن بعضهم يمكن البارح سهرانين حفلات وكذا، ولكن أصروا الحضور طيبا منهم وتقديرا لنا، ولأنهم يحبون أن يشاركون في مثل هذه المناسبات الوطنية وأن يكون لهم بصمة وهم مجملين في قبائلهم وفي مجتمعهم وفي وطنهم. أولهم عن على يميني أخوي شاعر وأديب وناقد وراوي ووجه مجمل لقبائله ولأصدقائه، وكلمته دائما موزونة ولها معنى ولها تقدير في قلوبنا، أخوي مهدي بن مسفر، الله يحييك ترحيب المطر. الله يبقيك ويطول عمرك أبو عبد الله، والله يسعد صباحك وصباح الجميع الحاضر واللي من خلال الشاشات. الله يحييك يا أبو مسفر، ونبارك للجميع هذا اليوم الوطني، ونقول الله يعز دولتنا ويعز حكامنا ويديم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان والعز والمعزة. آمين آمين. الله يحييك يا أبو مسلم، ترحيب المطر، شاكرين لك استجابة الدعوة. دعوة غالية وانت غالي، ومع ذا الرجال اللي نفتخر بهم وانت نومس. الله يرفع قدرك يبيض وجهك ومن وجه يسمع وجه. أيضا ضيفنا الآخر يعني أنا أعتبر ما هو ضيف، أعتبره راعي محل، كلهم والله المحل. البرنامج هذا حنا من يوم أسسنا البرنامج سميناها النشامة، والنشامة اسم جامع لكل مكارم الأخلاق، وانتو كل ابوكم مبشركم انها فيروسكم مكارم الاخلاق والشيم والقيم، لكن برضه نعتبره ضيف. اخوي علي المعيني خير من مثل جيزان واهل جيزان وقبائل الحد الجنوبي، والحقيقه كان له مشاركات معنا مجمله في قناه بدايه، واتشرف اظن كان اول حضور كان معي هو قبائله، وحضروا حضور مجمل سواء في يوم التاسيس او في اليوم الوطني، وايضا ضفناهم في مناطقهم على الحد الجنوبي
ولقينا شيء نعرفه عنهم لكن شفناه شوف العين. لقينا الصمود، لقينا الحمية، لقينا المكارم، لقينا النفوس الطيبة، لقينا القلوب النظاف، لقينا حب الدين وحب الملك سلمان وحب الأمير محمد. وقلت وأنا على الحد الجنوبي بين قبيلة بني معين، قلت ما عاد علينا خوف ما دام الحد عليه مثلكم وشرواكم. أرحب يا شيخ علي. الله وجهك، أنتم من يسمع، وأنتم والله النشمي يا أبو عبد الله، أنتم المطاليق اللي مثلك وشرواكم. عليكم زود. وحنا والله سعداء، وأنا أتشرف أن كل يوم يستضيفنا أبو سعود، ومجلسكم مجلس النشامة وأنتم نشامة. الله أنا أبو سعود واحد. لكن اليوم زادنا والله صراحة يعني فخر وشرف أن نجي معكم في هذا المجلس الطيب اللي يوافق اليوم الوطني واللي نقابلك فيه يا أبو عبد الله، أنت والرجال اللي مثلك وشروات. الله يحييك. الله يبيض وجهكم جميعا، وأنت والله وافي يا أبو عبد الله. ما عليكم زود. وأنت علمك غانم وأنت قدوة لنا. ما عليكم زود. الله يرفع قدرك. ما عليكم زود. والله يحييكم، ترحي بالمطر والسيل في مجلسكم وفي برنامجكم. الله يبيض وجهك. ترى المنابر هذه يا إخواني ما لها بركة ولا لها توفيق ولا لها سداد إلا لا شرعت بيبانها مثلكم الشرواك. شرواك الطيب. ترى أنا جانا فترة يا إخواني في بعض المنابر تسلط عليها من لا يستحقها، لا هو بمجمل نفسه ولا قبائله ولا مريح الناس، لكن ما مثلكم شرواكم. فهذا توفيق من الله وترى تيسير من الله لنا يا إخواني. كم من واحد ذا الحين يعاين فينا ودهنه في منبر وفي تلفزيون وكاميرا تصوره، وين يجلس وين يقعد، ويشوفون الناس جميلة ويستر الله عنهم قبيحة. هذه نعمة يا إخواني. الله لا يغير إلا علي ولا عليكم. أيضا ضيفنا الآخر ونعتبره بعد رأي محل، شاعر وأديب ورجال خفيف نفس، الله يحييك يا أخوي صالح القرني. الله يحييك طول عمرك إن شاء الله يا أبو عبد الله. والحقيقة أنا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على اليوم الوطني والشعب السعودي. والحمد لله حنا في أمن وأمان، وهذه النعمة اللي حنا فيها الحمد لله عليها. الحمد لله. ونشكر حقيقة القناة على الاستضافة، وحقيقة حنا في نعمة والله يديه ما علينا. الله يحييك يا صالح ويحيي كل من حضر معنا. أيضا ضيفنا الآخر راوي وأديب ويربطني به صداقة قديمة ومعنا مواقف معها طيبة، وهو دائما مجمل، وأحب تعليقاته وأحب رسائله وأحب علومه كلها، أخوي الراوي ماجد المرشدي العتيبي. أرحب يا أبو عبد العزيز. والحاجة طال عمرك أنا مالي فضل، هذا واجب وطني طال عمرك، واليوم جيت أشارككم طال عمرك، وهذا واجب ما نشكر عليه. لا والله تشكروا. ما نشكر له، هذا واجب علينا طال عمرك. هو صحيح انه واجب، لكن برضه الشكر لمن يستاهله يقول خلا زدت على السمن عسل اطب وطيب، ما يضر السمن اللي يزين زياده. صدقت. الله يحييك يا ابو عبد العزيز. الله يبارك فيك طال عمرك. ايضا اخونا رجل التراث ورجل المكارم اللي ما عمله جانا بيديه فاضيه، وهذه ما هم غير طبعه، انه طبع قبائله كلهم صبيان بالحارث، هل الثلاث اللي بهم يمكن وجمرة عرب وعلوم غانمة، ما يجينا من بيشة إلا بالزي الشعبي، ثم بالبنادق، ثم بالسلاح، ثم بالتراث الرجولي اللي يجمل، ثم بالتمر، شيء في كراتي وشيء في شنة، وثم السمن، ثم العسل. وش عاد نقول لك يا أبو الحارث؟ الله يبيض وجهك يا سليم. وافي وافي. يصبحكم بالخير ويصبح المشاهدين. ونقول دام عزك يا وطن، حنا ندعو للملك سلمان ونقول الله يديم عزه ويحفظ بلده. آمين. وكذلك الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. ولا ننسى أخواني المرابطين اللي على الحد الجنوبي وفي الحدود الجنوبية، نقول حفظكم الله، فأنتوا على عز وفي خير وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وكل منا على ثغر من ثغور الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد. وكذلك لا ننسى هذا البرنامج النشمي، وفي مقدمتهم أبو بخيتان النشمي دائما مبدع، والشباب الحاضرين واللي غايبين نقول لكم جميعا شكرا لكم، وكذلك الأخوة من وراء الشاشات بيض الله وجيههم وجزاكم الله خير. وحنا لا لله ثم هؤلاء المشاهدين ما جينا إلى هذا المكان حتى نقدم الرسالة ونقدم الكلمة الطيبة والنصيحة، ونقول للمملكة العربية السعودية دام عزك يا وطن، دام عزك يا وطن، وتحيات جندي من جنود السعودية. ونعم 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 يا أبو الحارث، وأنت كنت بطل من أبطال المظلات السعودية والجيش العربي السعودي. وكلنا أمس مدري اللي تابعني منكم منه، لقيت الأبيات الواحد عمري
أعجبتني في آخر الأبيات يقولوا كلنا شيك مقير، بيجي يقول بيد الملك لا أبغى ما عندنا إلا حلالك. فحنا كل بونا جنود للوطن، اللي في العسكرية واللي في المدنية وفي كل زاوية. الله يحييك ويحيي من حضر، وكلامك اللي أثنيت به علينا كله حلو، لكن في كلمة أعجبت بعض العرب، عودي يقول سذية من أول هو كان كذا. يوم تقول الشباب اللي والله شبابي والله شباب، شفت أبو مشبب يقول سذية، أرحب يا الشاب أبو مشبب. طول عمرك وعمر من يسمع. الله يصبحك بالخير ويصبح هذا الوجيه الغالي كل منهم في جهته، ويبيض وجيهكم جميع، ويصبح ملكنا ولي عهده بالخير، وجميع المشاهدين كل في واجبه، كل في واجبه، وهو مسؤول عن الواجب اللي هو قائم فيه. الله يبيض وجيهم جميعا ويبيض وجيهكم، ويطيل عمر ملكنا ويطيل عمر ولي عهده، ويجعلها على طاعة الله. وحنا اليوم يا طويل العمر نسمني في فرح وسرور، نحمد الله ونشكره الحمد لله، وعسى الله يديمه على المواطنين وعلى الجميع وعلى جميع المسلمين، وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم امين. ارحب يا الشاب ابو سليمان الاحمري. والله ما شاء الله، يعني شوف رفع المعنويه يا ابو عبد الله، طلع لك يعني اليوم حنا في سعاده، في عيد، في عيد واحتفال، وشيء يرفع الراس. اللهم انا نحمده ونشكره. يعني ابغى اقول لكم حاجه طلعت في بالي الان قدام كذا، اقول يا سيدي يا خادم الحرمين، الله يطول عمرك، الله يسعدك، الله يوفقك، الله يمتعك بالصحه والعافيه، ويخليك المي يرجيك. حنا في خير ونعمه واستقرار وفخر وعز، اسال الله سبحانه وتعالى انه لا يغيرها علينا. سموه سيدي ولي العهد، يا روح الشباب، يا وجه السعد، الله يسعدك الدنيا واخره، ويوفقك والاسره الحاكمه والشعب السعودي واحبابنا اللي يحمون طال عمرك كل الثغور، سواء انه في الحد ولا في اي مكان طال عمرك استؤمن عليه، فهو على خير ان شاء الله، لانه يقوم دون هذا الوطن. اما اللي طرى في بالي يا طويل العمر، فاقول الحمد لله يا ابو عبد الله، وانا افدى الحاضرين والمشاهدين، اني بلغت طال عمرك تقريبا اكثر، الحين هو 94 عيد او يوم وطن، ابشركم اللي يوافر الحظ والنصيب منه. يعني انا بلغت كلها ال 94 يعني يمكن الاقل منها فاتني، يعني من عام طال عمرك ال 64 الى الان، عد شوف كم يوم عيد وطني. والله هذه فضل من الله سبحانه وتعالى. واما بنعمه ربك فحدث. بعض الناس يقول ليش انك تقول اني كبير يا اخي؟ يا اخي احمد الله ان الله مدلك بالعمر يا طويل العمر، وعشت هذه الايام كلها، غيرك قادر طال عمرك تحت الثرى طال عمرك هذا، ولكن اسال الله انه لا يجعلها يا طول العمر زياده طال عمرك لا سمح الله في المعاصي، انه يجعلها زياده في امين لنا ولكم. قولوا يا الله مع عبد العزيز، إن الله يبيض وجهه، إن الله يجزاه الجنة على ما عمل وقدم لنا. آمين آمين. الله يحييك يا أبو سليمان، والله يمد في حياتك على طاعة أنت من يسمع. وترى العمر مجرد أرقام، والله أن نلقالنا شباب جلده جلد شباب، وهو شايب، شايب في جلد شباب، ونلقالنا شباب في جلد شايب. العمر مجرد أرقام، وأنتوا يكفي هذه المعنويات وهذه النفسية، يكفي شوف اللبس، شوفوا الحياة، شوفوا الرجولة، شوفوا التراث، شوفوا المكارم. أنتوا طيب من الشباب. الله يبيض وجهك. الله يبيض. والله العظيم أنا قلتها أمس وأقولها اليوم، والله يا أخواني إن ما قمنا نحس إن مجالسنا فيها بعض النقص وبعض الضعف، إلا يوم قام يتنقصون منها كبار السن الشيباء، لأنهم وقار وحكمة ودين قبل معرفة قبل. والله قبلهم وقبلنا حنا. والله يحييكم، ترحيب المطر يا الشباب معنا أيضا شاب ثالث، بس والله أعلم أنها أكبر منك بسنتين بس. أرحب يا أبو صالح. حكومتنا الرشيدة ومن قبل التأسيس ما شاء الله، يا الله تسعدهم وتوفقهم بالدنيا والدين. الحقيقة حنا بخير ومغبطين، يقول نعد الليالي والليالي تعدنا، والعمر يفنى والليالي جداد. الله المستعان. أيضا الثاني يقول ننزل على منازل حي نقفة، حي نقفة راح، وينزل على منازل ننزول. الله المستعان. نطحني رجال شرواكم، رجال طيب وعارف اللي بقلب أنا. وقال يا شايب يا شايب الله هديك. قلت لا ترى غلطان. قال ماني غلطان إلا شايب. قلت لا ماني شايب. قال وش أنت؟ قلت عود. تعديت يا شايب. فاللوم الطيبة الحقيقة، وأنتم طيبين وأنتم حظظ يا بن بخيتان يا مبارك، رجال طيب وجيب الطيبين ما شاء الله. الجهة الطيبة هذا لازم تبديهم، ولازم حن نستمع والمجال لهم إن شاء الله بهذا المكان الطيب، وسلامة الجميع. وأنتم سلمت يا أبو صالح، عمدتنا والله يبيض وجهك والسامع من بعدكم إن شاء الله. أبو سعود صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير
والعلم أنت معترف بتقوم بالجزاء؟ أمس ما لقيناك. ما أنا جاهز اللي تبوني فيها. تدري ليش حنا نحرص إنك تحضر يا أبو سعود؟ أسلم. بعض الرجال لما حضر بان ولما غاب في قدور الرجال. ما عليك زود الله يطول. لكن في ناس اللي حضر ولا يغيب ما حد نشد عنه. وأنت والله أنك من اللي يفقد. أقول الله يطول عمرك وجعلك ما تفقد غالي ومن يسمع. من يقول سالم. وأنتم علومكم كلها طيبة. الحقيقة حنا اليوم في سعادة غامرة. الحمد لله. وحنا أبشرك الشعب السعودي كل يوم لنا يوم وطني. الحمد لله. كل يوم لنا يوم وطني. ونتغنى بحب الوطن ونتكلم بحب الوطن دائما وأبشركم أن حب الوطن يمشي في شراييننا ورضعناه من لبن أمهاتنا من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه الحمد لله. والحقيقة حنا في هذا اليوم الكريم نستذكر تلك التضحيات العظيمة للملك عبد العزيز ورجاله. حنا نعيش في شجرة وارفة الظلال الحمد لله. هذه الشجرة ما سقيت بالماء العذب وإنما سقيت بدماء الرجال وعرق الرجال. واللي نعيش فيه اليوم من أمن وأمان ورخاء ورغد عيش وبهذه التضحيات من الملك عبد العزيز ورجاله الأشاوس عليهم رحمة الله وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وجزاهم أما بذلوا خير الجزاء. حنا نعيش اليوم في هذه النعمة في أمن وأمان ورغد عيش وخير وظلال وارث الحمد لله. كله بسبب الله سبحانه وتعالى ثم بسبب هذه التضحيات لأولئك الرجال الأشاوس الذين واصلوا ليلهم مع نهارهم من أجل أن يتوحد الصف وتتحد القلوب وتتكاتف السواعد ونقف صفا واحدا في وجه أعداء الإسلام والملة. صدق. هذه علومنا وسلامتكم. سلمت الله يحييك ويحيي علومك. أيضا الشاب الجميل اللطيف الأديب هو عارف من نفسه وقام يهز راسه وكتوفه. أرحب يا أبو علي. الله يسعد صباحك وصباح أخويانا واللي في المجلس ومشاهدين وصباح الوطن بالأمن والأمان والإيمان وطاعة الرحمن. يحفظ لنا حكامنا يحفظ لنا شعبنا يحفظ لنا مقدساتنا ويحفظ لنا كل ذرة من تراب وطننا. الله أكبر يا وطن مكبر غلاك حبك بقلبي ويجري في دمي. يا سلام بيض الله وجهك. أيضا أما هو شاب ما فيها بدون مجاملة ما فيها كلام ما شاء الله تبارك الله باقي شاب لكن اللي جابنا بيجيبه سم أسلم. عمر من يسمع يعلمنا أبو سليمان يقول حظيت وحظيت تراني قلت لي كلمة يضحكوا منها بعض الرفاق. أسلم. أقول حنا يا شباب ما عادنا مقعد. لا 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 الله يمد في حياتكم. شفت اللي مثلك وشرواك وشروا أبو سليمان ومن يسمع ودنا أنه يبطي. حنا واللي يعرف بيلقون في طرفه خير الله وكرامة وعلم غانم. الله يمد حياة في عمركم على طاعته. عبد الله كلمة قالها مقيت القحطاني. أسلم. ويجب أن ننسب الفضل لأهله. أسلم. يمدح له رجال في مجلس قال الله يبلغك 150 سنة. يا سلام. بصر الله فيك عقب 150. وحنا نقول للشيب يا أبو سعود أبشرك أخوانا تعدوها الله يوصلهم 150 وعقبها بصر لا 200 إلا الله يوصلهم 200 سنة. والله هم بصحتهم وعافيتهم. لو وصلنا 200 ما تريدون خير. هم عقبها بصر الله فيهم. أنت ودكم الأمر ما بيديكم. حنا ندعي نضرب الله ما نبدعي لك يا صالح. أنت يمكن ساقتك الغيرة هم ندعي لشيبة ما نبدعي لك. أيضا الشاب الشقردي المطلق أبيض الوجه أخونا سلطان البريك الدوسري الله يحييك. مرحبا ومسهلا. أرحب ترحيب المطر ورحب الجميع. الله يحييكم. أنا والله أني دائما وأنا سعيد أن مجلس معكم تعلم منكم العلوم الطيبة كلها ونفرح لا شفناكم. لكن نقول مرحبا والله ومسهلا بضيوفنا الله يحييهم تحيات المطر وشرفتونا وبرك الساعات والله جيتكم ومرحبا والله ومسهلا. تسلم يا بيض الوجه. أيضا الحقيقة أن حنا كنا بنعزره ونجازيه لكن هو مضيفنا الأسبوع الجاي. لكن الظاهر أنه معنا مجال أن نعزره بعد ما يضيفنا بعد لأن هذا ثالث مرة يتأخر. حقيقة أنا أحبه وأحب قبائله وأحب ربعه لكن يعني بعض الناس يجبروننا هلنا نقول هاتوا طليان وهاتوا لحم ولا لا يا رجال ما ودنا ولا لا. أرحب يا أخي بالشراري. انت ليش تعلم خلي طال عمرك من الصباح انا موجود. الله يحييك يبقاك ربي الله يطول بعمركم. الله محييكم والله صراحة طال عمرك الحمد لله على اليوم الوطن هذا. طبعا الله سبحانه وتعالى
ما يختار لعبيده إلا الشيء الصالح. فحينما اختار الله سبحانه وتعالى النبي محمد وهو من العرب، بينما كان الرسل اللي فات من الرسل كلهم من بني إسرائيل، بني إسرائيل قتلوا الأنبياء أغلبهم الأنبياء إلى آخره. فالرسول صلى فالله سبحانه وتعالى اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، فهذا شرف لنا وللأمة الأمة العربية، وختم فيها النبوة والرسالة الحمد لله. فبني إسرائيل لم يتبعونه، ليس هم يعرفون الحق حتى مذكور في عندهم بالكتب، لكن تقول إنها من باب العنصرية إنه طلع من العرب بينما كان الأنبياء قبل من نعم. بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى حينما يختار من يحكم أو من يحكم في أرضه لا يختار إلا الرجال أو يؤتي الملك من يشاء. نعم. فالله سبحانه وتعالى اختار لنا إمام موحد، ليس بنهج جديد، ليس بنهج جديد. الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل ليس بنهج جديد، إنهم على دين واحد، الدين القيم، وعلى ملة إبراهيم الإسلام. فليس كل مجدد يأتي بشيء جديد. فحينما بعث الله أو أمر الله سبحانه وتعالى الإمام الموحد أمر بالتوحيد، كل ما يأتي نبي وتذهب نبوته يهلك الناس ويضيع الناس، فيرسل مجدد من الأنبياء والرسل يذكرهم على ما كانوا عليه وهكذا. فلما الإمام طال عمرك وكذلك الإمام الشيخ لما أمر بالتوحيد وجمع الناس، هذا ما هو دين جديد. لما يسمون الناس برا وهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا هذا ما هو عندنا دين جديد. ارجع للي أمر فيه، وش أمر فيه؟ أمر في التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجدد وأذكر بالقرآن، وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلما يجي مجدد ويذكرك ويجمع الأمة ويجمع العباد في بلاد طال عمرك على كلام واحد، على نهج واحد، على عقيدة السمحة، هذه يعتبر المفروض أنه من الإيمان، من الإيمان أن حتى اللي خارج الدولة أو خارج السعودية أنه يحبنا من حب الإيمان، حب ترى حب الإنسان أو حب المسلمين، هذا من الإيمان. فالحمد لله نجد في الرسائل ونجد في المقاطع ناس من برا يشيدون، من الدول العربية، من أهل الحق الذين ينصفون يقولون طال عمرك إن حنا نحبكم لأن عندكم التوحيد، ولأنكم هنتم طبع على ما قيل عيال الصحاب وعيال الموحدين. فالله شرف هذه البلد بإمام موحد، جمع أمة، جمع قبائل على كلمة واحدة، فأصبح الناس كلهم أخوة في مكان واحد. والحمد لله نحمد الله ونشكره على هذه النعمة. بين يدي طال عمرك قصيدة وطنية للوالد. اصبر يا غالي أسلم، الحين حنا نرحب بكم وعندنا برنامج وكلامك طيب، وانت الظاهر ما يوم قلت بعزرك يعني قلت ايوه بغيباني يا رب ننسى، لا كان تقعد تهرج مني لبكرة ما ننسى العيشة مرة، لكن انا